حسني، الشيخ أسامة هو ده، هو دوت أسامة حسني الذي يحدث الحرب. ومرة تانية أسامة، وهي دي ولا إيه؟ هو ده، هو ده الجول. اللاعب البديل اللي دايما لما ينزل يحدث الفارق. أسامة حسني تلقبه الجماهير الأهلاوية بالمنقذ، فعند غياب الجميع يكون حاضرا بأهدافه الحاسمة. من مواليد 18 من يونيو عام 1982، قضى أغلب مسيرته الكروية بين جدران القلعة الحمراء، وكان أغلبها بصفوف الفريق الأول، حيث قضى 8 سنوات منذ تصعيده عام 2003، وخاض مع الأهلي في تلك الفترة 113 مباراة أحرز خلالها 58 هدفا. وفي موسمه الأخير مع الأهلي تألق بشكل كبير، وساهم في الحصول على لقب الدوري وإحراز أهداف مؤثرة. انضم أسامة حسني للنادي الأهلي بعد اجتيازه اختبارات الناشئين في موسم 1996-1997، وبعد 7 سنوات تم تصعيده لصفوف الفريق الأول. كانت بدايته مع الأهلي في مركز لاعب الوسط المهاجم، ثم تحول بعد اقتناع الإدارات الفنية المتوالية على الفريق بإمكاناته إلى رأس حربة صريح، خاصة مع إجادته التامة لضربات الرأس. وكانت مباراته الأولى مع الأهلي أمام نادي الشمس في بطولة كأس مصر في الأول من مارس عام 2000. عدى حلو قوي وعلى يمين واخده مرة ثانية، ودي عدى حلو، هي هي هي، الله 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 الله، يا تمتم افتح يا تمتم. حقق أسامة حسني مع القلعة الحمراء 22 بطولة متنوعة، هي 8 ألقاب للدوري و3 لكأس مصر ومثلهم لدوري الأبطال الإفريقي وغيرها من البطولات المحلية. ويحتفظ الشيخ أسامة بالعديد من الذكريات النفيسة في قلوب جماهير القلعة الحمراء، لعل أبرزها ثنائيته المتأخرة في الوقت الإضافي عندما جاء من دكة البدلاء لينتزع بطولة كأس مصر من بين أنياب أبناء ميت عقبة، حيث كان الزمالك متقدما آنذاك 3-2 قبل أن يقلب حسني الطاولة ويتوج فريقه بعد فوز الأهلي على منافسه التقليدي 4-3. أحمد صديق ممكن يحط أحمد يلعب عرض أو جول 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 لمصلحة نادي الأهلي. المارد الأحمر يتقدم لأول مرة في هذا اللقاء، وأسامة حسني اللاعب البديل يدرك التعادل للنادي الأهلي ويحدث الصدمة والمفاجأة والرعب في استاد القاهرة ويشعل السعادة. وينفرد أسامة حسني عن غيره من مهاجمي العصر الحديث برقم مميز مسجل باسمه في سجلات مسابقة الدوري الممتاز، إذ إنه اللاعب الوحيد الذي سجل 5 أهداف في مباراة واحدة منذ مطلع الألفية، وذلك في 12 من يوليو عام 2004 حين كان الأهلي على موعد مع فريق الكروم السكندري على ملعب الإسكندرية. وظهر أسامة حسني المهاجم الصاعد بمستوى لافت في ذلك اليوم لينجح بمفرده في تسجيل 5 أهداف في شباك حارس الكروم أسامة الشذلي. ولم ينجح أي لاعب في معادلة هذا الرقم منذ مطلع الألفية، بل إن أسامة حسني يظل ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في مباراة واحدة في تاريخ مسابقة الدوري بعد المايسترو صالح سليم. يلعب على طول خطرة جوه جون أسامة حسني. لعب أسامة حسني مع المنتخب الوطني عامي 2004-2005 وشارك في 19 مباراة أحرز خلالها 7 أهداف. إنه المنقذ أسامة حسني.